السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن برامج هندسية عربية من تصميم المهندس كريم محمد. هو عامل شوية برامج ممتازة الصراحة، في برامج مثلا تصميم القواعد الإنشائية، وفي برامج لتصميم البايلس والبايلس كاب، وفي برامج تانية كتيرة. هتلاقي البرامج والشرح بتاعهم على الصفحة، هسيبها لكم أسفل الفيديو. ده مثلا بتقدر تتحكم في شكل الحديد، في برامج كويسة والحمد لله فيدباك كويس على البرامج اللي هو عاملها. تمام، زائد الجميل بقى ان هو بيدي كورسات لتعليم البرمجة ديت، ودي حاجة احنا محتاجينها ان احنا نبدأ ان احنا على كبير يتعلم البرمجة. حتى لو مش هتشتغل مبرمج لكن عايز تعمل حاجة معينة تقدر انت تعملها لنفسك، يعني حاجة زي كده مثلا. في تولز كتيرة جدا بتصمم وترسم وتحصر الاف من القواعد المسلحة في ثواني، وده بيحسب لك البومين تحت كل عمود وبيصمم على اساسه. وبرضه هسيب لكم القناه على التليجرام، هتلاقي فيها فيديوهات كتيره. تمام، في برامج كتيره جدا هو سايبها مجاني ما شاء الله، الفوتنج ديزاين، صمم ويرسم الكاميرا، الشداد والقواعد والشير. وده البرامج هو حاطط الشرح بتاعها وحاطط البرنامج، يعني تقدر تحمل البرنامج وتقدر تتفرج على الفيديو زي ما انت عايز. تمام، فقناة التليجرام مثل التليجرام، ان الروابط موجودة ما بتتلغيش زي بقية المواقع، فتقدر تشوف كل الحاجات. ممكن تيجي هنا على لينكس وتشوف اللينكات او فايلز وتشوف الملفات، تقدر انت تحمل الملفات زي ما انت عايز. وده تفاصيل الكورس بحيث ان انت تقدر ان انت تتعلم البرمجة، وفي كذا مستوى فتقدر ان انت تتعلمهم ان شاء الله. شكرا، مشكور كريم.